عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة شي واد سهلة مع ليلى. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي هي راقية ولذيذة ورائعة بحشوة مالحة، تستحق انكم تجربوها. ان شاء الله غادي ندوزوا للمقادير. عندنا جوج زلايف كبار ديال دقيق الفرس، عندنا نص زلافة ديال دقيق الفينو، دقيق الأصفر الممتاز، كنزيدو عليهم الملحة على حسب الذوق طبعا، نزيدو خمارة حمراء وحدة، ونزيدو راس معلقه ديال الخميره الفوريه، ما كنكثروهاش البنات. نزيدو معلقه كبيره ديال الخل، ومعلقه كبيره ديال الموطارد، ونزيدو بيضة وحدة، وفي الأخير غادي نضيفو واحد جوج معالق ديال الزيت البلدية، زيت الزيتون اللي كتبقى اختيارية في الحقيقة، ممكن تزيدو جوج معالق ديال الزيت المائدة او معلقة كبيرة ديال الزبدة. صافي كنزجو الخليط ديالنا، وكنبقاو نعجنوه بالماء دافي. العجينة ديالنا ما خصهاش تكون قاسحة بزاف ولا مرخوفة بزاف، خصها تكون بحال كي كنعجنو الرغايف ديالنا. يا هاد العجينة كتبغي اننا ندلكوها مزيان، دائما كنستمروا في الدلك ديال العجينه ديالنا. من بعد كنحطوها في واحد الاناء، وكنغطيوها ببلاستيك، ونخليوها ترتاح على الاقل واحد 15 دقيقه باش تعطينا طوع في الخدمة ديالها. وفي هذا الأثناء غادي ندوزو للحشو باش غادي نعمرو العجينة ديالنا. غادي نشلط واحد البصلة كبيرة، أنا كنستعمل هاد الآلة البنات زوينة، تتشلط مزيان ومكتعذبش، كنصحكم بها. كنديرو شويه ديال الزيت البلدي، انا كندير، نتوما ممكن ديرو زيت مائده، ونديرو البصله ديالنا باش تشحر، صافي نبقاو نحركوها في ديك الزويته حتى تشحر لينا. نزيدو عليها واحد جوج دروس ديال الثومه محكوكين، ون
نحركو كلشي ونخليو البصله حتى تطيح لينا شويه وتبدا تتصفر، يعني كتاخد اللون الذهبي. كنزيدو البنات واحد نص في الحقانه، هنا درت نص فلفله حمراء ونص فلفله خضراء وشويه ديال الزيتون خضر مقطع، ما كملتش فلفله كامله على حسب العجينه اللي عندي، شويه ديال الملح كنزيدها صافي، وكنبقى دائما كنحرك. نزيدو الكفته، انا عندي هنا 400 غرام، كنحركوها باش تمتاج لينا مع ديك البصله والفلفله. نزيدو القوام، غنزيد معلقه هنايا صغيره ديال البزار، البنات عندي دوك المعلقات الصغيورين هنا ديال التبزيره، يعني ممكن الا قلت معلقه صغيره راه ما كتعمرهاش، كنزيد شويه. هنا معلقه ديال سكنجبير، معلقه ديال الخرقوم ولا معلقه ونص، هنا وجوج معالق ديال التحميرة. صافي كنستمر في التحريك ديال الكفتة حتى كتشرب ليا القوام كاملين. صافي كنغطيها ونخليها طيب على خاطرها. كندير الشعريه الصينيه تسلق ليا البنات مع شويه ديال الملح، ها هي غير شي شويه، حيت عندي انا هنايا ديال الروس كتاخد شي شويه ديال الوقت في السلق، ولكن ماشي بزاف. بالنسبه للشعريه الصينيه الاخرى يكفي انكم تخلو عليها غير الماء طيب وكتوجد، هذه كتبغي شي شويه تسلق. صافي كنضيفوها على الكفته اللي عندنا ونزيدو الفرماج. انا هنا درت شويه ديال الفرماج موتزاريلا، نتوما ممكن ديروا فرماج كيري او لا فرماج الحمر، وممكن تستغناو عليه في الحقيقه لان غير المذاق ديال الفلافل والزيتون والكفته كافي باش يعطي لكم النكهه. كنخلط كل شيء مزيان، حتى كيوجد عندي الخليط صافي كنطفي عليه وكنخويه في اناء باش يبرد لينا، ما خصناش نعمرو العجينه ديالنا بهذا الخليط وهو سخون. كندوزو العجينه، كنخرجوا منها الهواء،
كناخدو شويه ديال الزيت وكنبداو نقرصو العجينه ديالنا ونديرو منها كويرات. كويرات ما يكونوش كبار ولا يكونوا صغيرين بزاف، تيكونوا غير مويه في هذا الحجم هذا اللي غادي نوريكم هنايا. ها هو هذا القياس. صافي كنستمر البنات في انني نكور العجينه ديالي كلها. صافي ملي كنساليها تنغلفها بالبلاستيك ونخليها ترتاح باش تعطينا الطوع في الخدمة. نغطيها بمنديل ونخليها ترتاح واحد شوية. من بعد البنات غادي ناخد كويرة ديالي وغادي نحاول نسرحها مزيان. حنا التسراح هنا درت غير الزيت العادي ديال زيت المائدة ودوبت شوية ديال الزبدة، زدت معاها الزيت هي باش غادي نبدا نورق ونشا غنبدا نرش به. هانتوما غتشوفوا كيفاش البنات. نسرحوا العجينة مزيان. كندهنوا هنا بالزبدة وكنرشوا بمايزينا، وممكن تبدلوا البنات مايزينا بالسميد الرقيق، واخا انا كنفضلها في الحقيقه في هذه الحشوه، يعني كتجي من بعد فاش كطيب لنا الورقه تطيب هشيشه من الداخل. كنطويوها على شكل رغيفه. نعاود معاكم واحده اخرى، نسرحو مزيان. ندهنو بالزبدة ونرشو دايما بالنشا. صافي ونطويوها كي كنطويو الرغيفات. صافي بهذا الشكل هذا. صافي فاش كنكملو البنات دوك الكويرات ديالنا كلهم كنقدوهم على شكل رغيفات، كنخليهم شويه يستراحوا ومن بعد تنبداو نخدموهم. كنشدو كل رغيفه كنسرحوها هكا وكنعمروها بالحشو اللي وجدناه ديال الكفته، تقريبا معلقه وشويه كافي باش يعمرها لينا. صافي كنجمع ليها الجوانب ديالها بهذا الشكل.
صافي وهي وجدت عندنا. نعود معكم واحدة اخرى. انتما كنسرحوا الرغيفة ديالنا غير مربع شوية، يكون كبير غير شوية، كنسرحوهاش بزاف صافي، ونعمروها بالحشو. ونجمعوا الجوانب على هذا الشكل هذا. ممكن البنات ديروا شكل اخر من غير هذا اللي درت انايا، يعني ممكن ديروا مستطيلات او لا ديروها مربع على شكل رغيف يعني تمعمره نصومه، وعلى حسب الذوق نتاع كل واحد فيكم كيبغى يشكل العجينه. الاساس انها فاش كطيب كتجي مورقه وهشيشه. كنعاود نعمروا هاد الرغيفه هذه، نجمعوا الجوانب صافي، وكنشكلوا الرغيفات ديالنا بهذا الشكل هذا. من بعد البنات كناخذوا لاطه ديال الفران، كنغلفها بابي كويسون او لا ممكن دهنوها غير بالزيت صافي. وكناخذ واحد صفر ديال البيضه، وكندير معاه شويه ديال الصوجه وشويه ديال الخل صافي، وكندهن بهم دوك الرغيفات ديالي. ممكن الا ما عندكمش الصوجه ديروا مثلا الحليب مع البيض، او لا فقط غير الخل مع البيض، كافي باش يعطي اللون للرغيفات ديالكم صافي. كندير شي شويه ديال تنزينهم بشويه ديال الفرماج الاحمر، ممكن نتوما ديروا الزيتون او لا ديروا فلفله حمراء على حسب كل واحد فيكم وشنو بغى صافي. منين كيطيبوا البنات كنخرجهم من الفران وكنديرهم في طبق التزيين. بهذا الشكل هذا تيكون هذا هو التزيين النهائي ديالي للطبق. ها هو بهذا الشكل اللي كتشوفوا صافي. كناخذ وحده باش نوريكم كيفاش كتجي من الوسط. هاد المسمن البنات راه كيجي بحال الورقه ديال البسطيله، يعني كيغنيك عليها في الحقيقه. ما تحتاجي كاع الا ما عندكش الورقه ولا ما تفرطلكش غير هاد الطريقه هادي ديال المسمن، راه بحال تيجي مقرمش وكيجي هشيش. هانتوما شوفوا صافي. نخليكم البنات ان شاء الله تعالى نتلاقاو فيديو جديد. مع السلامه.